تأثرت مني شفت بلي المغرب خضر ينظم بحال هاد التورنامنت وتبارك الله عليهم جاني زوين وساتيسفازون صافي. انا كنفتخر حيتاش المغرب وصلنا لهذا النيفو ديال انه نظمنا بطوله وسي ايمونس كي ريبريزون توت لافريك اي اون لا وستيناها الصو تنظيم مزيان داكشي زوين الحمد لله. السلام عليكم، معكم نايت فول من تيم كيتونيس جيرلز منتخب المغربي. صراحه كلشي في المستوى، تجهيزات جد ممتازه وحنا جد مفتخرين اننا نكونوا المركز الثالث وان شاء الله العام الجاي ما لا نكونوا المركز الاول. التدهورة كانت في المستوى وكنت منا العام الجاي نقدموا أداء حسن وناخدوا الفيرست بلايس إن شاء الله، علاش لا. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.